نتمنى تكون الالتفاتات يكونوا اقوى واكثر للاقدميه، لان احنا ما نقولوش يعني نشوفوا الجيل ديال دابا ونساو الناس القدام. حنا تيقول لك جديد له جده والبالي لا تفرط فيه، ودائما هذاك الفنان القديم راه دائما واخا الى وقف العطاء ديالو ولكن عنده افكاره، عنده حوايج اخرى يقدر يعاون بها الجيل الجديد. ولهذا انا كنتمنى ان ماشي غير نشوفوا هذا الباب ونسدوا الاخر ما نعاودش نرجعوا ليه، نو خليوا البيبان مفتوحه ويكون داك التواصل دائما بين الجيل القديم والجيل الجديد، وهذا الشيء كلشي كيصب في, في, في يعني في واد واحد، وكيصب يعني في مصب ايجابي للجميع يعني وتبقى للفن المغربي بصفه عامه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.